تحدي جديد وهو تحدي الاندومي الحار، وعندنا تحدي الاندومي العادي. رح اصب للمار وتاليا من هاد وهاد ونشوف اذا بيقدروا ياكلوا الاندومي العادي او الكوري. موافقه توتر؟ لا انا ما بدي اكل الكوري، انا بدي اكل المار. لا لازم تجربي التحدي مع المار. حطينا الاعشاب ورح نحط الحار، وهي الاندومي العادي. يلا تعالي اسكبي، يلا اسكبي له لمحمود. هاتي صحنة. يلا انت بتحبي الاندومي؟ يلا اللي ما بدك تجربي الكوري جربي لقمة. لقمة مو كتير، رح اخذ خصلة. يا رب تكون طويلة. ما بتقدري تشيلي معلقة واحدة، بدك لعبتين. هديك في شوكة عند الفطور اللي عم تصوري فيها. عن جد؟ الكاميرا؟ افتحي المار نحن نمت فيها. برافو. يا طيب. مخي. رح ورجيكم شكلها. يا مي. منيح ما حدا بحب الحار غير انا، مشان اكلها كلها انا. البيض مع الاندومي. اكيد انا رح افوز مو لك. لا انا هي. اصلا مالي تحدي عادي اكل. اكل. اكيد انا رح افوز وانت معي معي. مو بس انا. انتي وانا. ويا ماما هو تحدي روست فستاني. ماما ما بدي اعمل تحدي، انا بدي حليب. شربيني. ما بيقول قولي الحمد لله. انا هيك بقول لك تيتي تيتي سبيلي شوي. انا حار، عارفه عندي شوي حار. توتا صار عندك 3 قلوب. ياي انا ربح. لا ما ربحتي، اللي بيخسر اللي بيصير صفر، يعني واحد وكمان شرب وبيخسر. مين بده كوري؟ اما بدي فازت تاني. ما خلصت لسه في، بس يعتبر انا فاز. ما انا فاز. توتا فازت هالمرة. شو بدك تحط؟ تعطي عيش قابلة للمرة. طب تبعك هو كده. حط لك اياها بالكاسه وتشربيها. انا اياها ما بدي. ليه؟ مو بتحبي البيض؟ ما بحبه. شو رايك تاني بالعقاب؟ جربي معاه البيض مني. هذا العقاب. ما بدي. اكيد رح اوقف. كنا عم نمزح معك. العقاب تبعك فردل و صلصة الشواء، تخلصين مع بعض. ابدا. Yeah. هيك انا بحط البحر. لا انا، لانه هو يعقب لك. اي جرحت ايدي. هات يو. طب بس اكبر. يلا يلا ميكس. ميكس اف ام. تجربة شي ام. شو شي ام؟
يعني هاي جاية من شيئين. طيبة؟ خلاص بكفي. ماما ضح طعميني بالله. حطينا لايكات كثير وصلوا هذا الفيديو ل 50,000 لايك. وصلوا ل 3,000 لايك عشان ننزل لكم فيديو نعمل اكبر صحن اندومي.